الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، والحديث في صحيح مسلم. وفرك أي كره وأبغض كما جاء في المعجم الوسيط، بين أن في رواية أخرى من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشد عليه، ورجل آتى سفيها ماله وقال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. فمن كانت امرأته لها من الحسنات وعليها من السيئات، ويغلب حسناتها على سيئاتها، وهي امرأة مؤمنة بإذن الله تبارك وتعالى تلتزم بالطاعات وتجتنب المحرمات، فإنه لا عليه أن يبغضها، بل ينظر إلى حسناتها كما قال صلى الله عليه وسلم: إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وأما الحديث الثاني فهو يذكر المرأة السيئة الخلق التي يغلب سيئها على حسنها، والتي نعوذ بالله تعالى تفعل المنكرات أو الفواحش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه من كانت تحته أو من كان متزوجا بامرأة مثلها فإنه يدعو الله فلا يستجاب له، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.